بدأنا الدرس اللي فات زي ما قلنا أول درس بكمية فيزيائية جديدة اتعرفنا عليها اسمها كمية التحرك، اللي بتوصف حركة الجسم أو تغير في حركة الجسم أو أثناء سرعة التغير في حركة الجسم. الجسم بيتأثر بكتلته وسرعته، وحصل ضرب الكتلة في السرعة قلنا ده مفهوم جديد اسمه كمية التحرك. طيب كمية التحرك دي بتساوي حاصل ضرب الكتلة في الايه في السرعة، ووحدة القياس بتاعتها هي الكيلو جرام في متر على الثانية، وصيغة الأبعاد بتاعتها ام ل تي سالب واحد. وقلنا إنها كمية التحرك تتناسب تناسبا طرديا مع الكتلة، وتناسب تناسبا برضو طرديا مع مين؟ مع السرعة، وإنها كمية متجهة، واتجاهها بيكون هو نفس اتجاه سرعة الايه سرعة الجسم. وقلنا كمان إن كمية التحرك لو زادت بتزداد مع الجسم اللي كتلته برضه كبيرة، يعني كل ما الكتلة تزيد كل ما كمية التحرك تزيد، كل ما الكتلة كانت قليلة كل ما كانت كمية التحرك أقل. كمية التحرك لجسم معين لو أنت حسبتها أو عرفتها تقدر تحدد مقدار القوة اللازمة لتحريك الجسم ده أو تغيير حالة الجسم. طيب الجسم لو كان بيتحرك بس بيتحرك بسرعة غير منتظمة فبالتالي هيكتسب عجلة. طيب لما اتحرك طبعا تحت تأثير قوة معينة، مجموع بقى القوة اللي بتأثر على الجسم وتخليه يتحرك، ولما يتحرك بعجلة غير بسرعة غير منتظمة وتكسبه عجلة، ده طبعا قانون نيوتن الثاني بيوصفه لنا، بيقول ان مجموع القوى هتساوي او القوه هتساوي مقدار او حاصل ضرب مقدار حاصل ضرب الكتله في الايه في العجل. طيب قانون نيوتن الثاني كان بيقول ايه؟ بيقول اذا اثرت قوه محصله على جسم فانها تكسبه عجله، العجله دي بتتناسب طرديا مع القوه وعكسيا مع كتله هذا الجسم. أو نقول إن القوة المحصلة المؤثرة على جسم تساوي المعدل الزمني أو مقدار التغير في كمية التحرك. طب يعني ممكن نقول إن قانون نيوتن الثاني كتبناه بصيغتين، الصيغة الأولى قلنا إن F بتساوي M في A، وقلنا إن ممكن تكون F بتساوي مقدار التغير في كمية التحرك يعني دلتا B مقسومة على دلتا T. قلنا الاثنين هما الاثنين حاجة واحدة بس احنا بنكتبها بصيغة مختلفة. طيب خدنا برضو أمثلة على أو تطبيقات على قانون نيوتن التاني. قلنا طبعا من القانون اللي احنا لسه كاتبينه دلوقتي ان F بتساوي M في A، فاحنا شلنا A وكتبنا مكانها دلتا V مقسومة على مين؟ على دلتا T. يعني F بتساوي M دلتا V على دلتا T. وقلنا بقى إن F دي اللي هي قوة التصادم مثلا بتتناسب تناسبا طرديا مع الكتلة وبرضه طرديا مع السرعة، ولكن عكسيا مع الزمن، تتناسب تناسبا عكسيا مع مين؟ مع الزمن. طيب حلو معايا المثال ده، طبعا عشان في مسائل هتقابلنا ايه كتطبيق عليه. قول لي الشكل المقابل يوضح كتلتين واحد 10 كيلو جرام والتاني 30 كيلو جرام متصلين معا بخيط مهمل الكتلة يمر على بكرة ملساء، دي بكرة ملساء، فإن مقدار العجلة التي يتحرك بها الثقلان تساوي كام؟ يعني هو عايز يعرف مقدار العجلة اللي يتحركوا بها. طبعا انت هتحسب العجلة ازاي؟ عندك F بتساوي M في A في A. طيب هو اداني كتلة بتاعت جسم أول 10 والكتلة الثانية 30، واداني عجلة الجاذبية بتساوي 10 متر على الثانية تربيع، وكمان عايز يحسب العجلة.
عندي هنا الكتلتين، الكتلة الأولى اللي هي 30 دي أكبر من الكتلة الثانية اللي هي 10، فبيتحرك الثقل اللي هو ام 2 لأعلى، وبينما يتحرك الثقل واحد إلى أسفل، يعني التقيل هو اللي هيتجذب ناحية، أو الكتلة الكبيرة هي اللي هتتجذب ناحية الإيه؟ ناحية الأرض. يعني تلاقي إن البكرة، الخيط لما بتلف على البكرة في كتلة منهم هتطلع وفي كتلة هتنزل، الكبيرة هتطلع والصغيرة هتنزل. طيب مجموع بقى، أنا عايز أحسب مجموع القوة. مجموع القوة بيساوي مقدار الكتلة في العجلة. طيب الأولاني 30 كيلو جرام دول العجلة بتاعتهم، هو طالع طبعا لفوق، طالع لفوق تحت تأثير الإيه، الشد أو قوة شد. قوة الشد دي هنقول عليها اسمها تي، تمام؟ فالعجلة بتاعته اتجاهها لإيه؟ لأسفل، وهو بيتأثر طبعا في الاتجاه المعاكس تحت تأثير الوزن بتاعه، هو وزن الإيه؟ ال 30 كيلو جرام، وده بيبقى نازل لتحت، الحركة بتاعته لتحت، وبرضه في قوة شد موجودة في الحبل، والوزن بتاعه برضه لأسفل، بس العجلة بتكون اتجاهها لأعلى. طيب هنا بيبقى القوة المحصلة المؤثرة على الجسم اللي هي الوزن والشد، بس الوزن والشد هنا عكس اتجاه ايه؟ بعض، يعني تي ناقص دبليو واحد، يعني دول القوتين هترحهم من بعض، واحدة لفوق واحدة لتحت زي ما خدنا كده الترم الأول، وده بيساوي حاصل ضرب الكتلة بتاعته في العجلة، وده نفس الكلام برضو تي ناقص دبليو 2، دبليو 2 ده اللي هو الوزن بتاع الايه الجسم، بتساوي كتلته في عجلة، العجلة بتاعته اللي هي دي. طيب أنا هعوض من المعادلة دي في المعادلة دي، أنا هاخد من المعادلة دي وأحط في المعادلة دي، هاخد إيه بقى؟ ممكن أعوض بW2 أو بW1، يعني ممكن آخد واحد في اتنين أو من اتنين في واحد، بحيث إن يبقى الوزن الأول ناقص الوزن التاني بيساوي M1 زائد M2 مضروبة فين؟ في إيه؟ طيب أنا عندي بقى الويت ده اللي هو الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، يعني الوزن هشيله خالص وأحط M في G ناقص M2 في G، وبعد كده هنا هتبقى M1 زائد M2 كله مضروب في إيه؟ يعني واخد الإيه عامل مشترك. بس خلاص أنا كده خليتها معادلة في الكتلة والعجلة اللي هما موجودين عندي، يبقى 30 في 10 ناقص 10 في 10 بيساوي 30 زائد 10 فين في العجلة، تقدر تحسب العجلة على طول. تمام، هيقابلنا بقى أسئلة زي دي فيها بكرة، أي أسئلة أو سؤال يجي لك فيه بكرة، خليك فاكر دايما إن الكتلة الكبيرة هي اللي هتنزل لتحت في العجلة بتاعتها بتكون سوري يعني في الاتجاه بتاع الحركة بتاعتها اللي هو تحت برضو، أما اللي هو ال10 كيلو جرام فهي الكتلة الأصغر هتطلع لفوق، فاتجاه الحركة بتاعتها يبقى الأعلى، والاتجاه العجلة برضو أعلى. والقوة بقى المؤثرة عليها تعمل إيه؟ مجموع القوة اللي بتأثر عليها بتساوي إيه؟ بتساوي كتلة في العجلة. وقفنا عند الفرق بين الكتلة والوزن، لسه قايل لكم دلوقتي حالا إن الويت اللي هو الوزن ده بيساوي مقدار الكتلة مضروب في عجلة الجاذبية اللي هي جي. طيب إيه فيزيائيا إيه الفرق بين الكتلة والوزن؟ طبعا دي معروفة من زمان إن الكتلة كمية فيزيائية أساسية، قياسية أساسية وقياسية، إنما الوزن متجهة ومشتقة، كمية فيزيائية مشتقة ومتجهة. الكتلة بتبقى عبارة عن ممانعة الجسم لأي تغير في حالته الحركية، ممانعة للجسم للتغيير من حالته في أي لحظة أو في أي وقت، لكن الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم. الكتلة عشان تحسبها بتبقى من قانون نيوتن الثاني، M بتساوي F على إيه؟ الوزن عشان نحسبه بيبقى ام جي، يعني الكتله في عجله الجسم. وحده قياس الكتله هي الكيلوجرام، اما الوزن بيتقاس بالنيوتن. صيغه الابعاد بتاعه الكتله هي ام بس، ام كابيتال،
طبعا ال L أس أس أب وال T أس أس أب. لكن الوزن لا، الوزن هو زي القوة بالظبط، ام ال تي اس سالب 2. هل الكتلة بتتأثر بالمكان؟ يعني لما الجسم يغير مكانه هل كتلته بتتغير؟ طبعا لا، الكتلة ثابتة في أي مكان، لا تتغير بتغير الايه؟ المكان. إنما الوزن لا، بيتغير بتغير المكان. ليه بقى؟ لأن المكان كل مكان وليه جاذبية مختلفة، والوزن طبعا بيتأثر بعجلة الجاذبية. تمام؟ زي مثال، مثلا لو كان في جسم موجود في مكان ما على سطح الأرض بيتأثر بجاذبية غير جسم تاني موجود على مكان آخر في جسم على سطح برضه الأرض. يعني لو كان في جسم موجود عند خط الاستواء مثلا، وفي جسم تاني موجود عند القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، هيحس كل واحد فيهم هيحس بعجلة، أو مقدار العجلة عنده هتكون مختلفة، باختلاف طبعا طول نصف قطر الأرض. الفرق بيبقى طفيف يعني بالنسبة لعجلة الجاذبية، بس في فرق، مش فرق شاسع ولا كبير يعني، ولكن هو في فرق بسبب إن نصف القطر عند خط الاستواء أطول من نصف القطر عند عند القطبين بالنسبة للكرة الأرضية. طيب لو كان في جسم موجود على سطح القمر وجسم تاني هو نفس الجسم برضه موجود على سطح الأرض، مين فيهم بيتأثر بجاذبية أكتر؟ اللي هيتأثر بجاذبية أكتر هو اللي موجود عند كوكب كتلته أكبر. يعني كوكب الأرض أكيد هيكون في الكتلة أكبر من القمر، أكبر منه بقد إيه في الكتلة؟ 6 مرات. نفس النسبة اللي هتكون كفرق ما بين وزن الجسم على سطح الأرض ووزن الجسم على سطح القمر. لو جبت جسم كده موجود على سطح الأرض وقست الوزن بتاعه طلع 600 نيوتن، لما يروح سطح القمر بقى هل الوزن بتاعه هيزيد ولا هيقل؟ لا هيقل طبعا، لأن كتلة القمر أصغر من كتلة الأرض 6 مرات. 6 مرات يعني 600 نيوتن هيبقوا كام على سطح القمر؟ 100 بس. يبقى وزن الجسم اللي كان على سطح الأرض وزنه 600 نيوتن، لما يروح على سطح القمر هيبقى 100 نيوتن بس، او لما يكون 750 مثلا على سطح الارض يجي يروح القمر يبقى 125 بس. كده معناه انه اقل 6 مرات. طيب بيقول لي لو كان في جسم كتلته 70 كيلو جرام داخل سيارة تتحرك أفقيا بعجلة منتظمة 4 متر على الثانية تربيع، فإن وزنه يساوي كام؟ وعجلة الجاذبية 9.8 متر. طيب دي بالنسبة لي هي العجلة، وأنا عارف إن الوزن بتاع الجسم هو W بيساوي كتلته إيه في العجلة بتاعته اللي هي إيه أو جي. لو تلاحظوا هتلاقي هي نفس برضه الايه، نفس القانون نيوتن التاني، الويت اللي هو الوزن ما هو الا قوه، والام اللي هي الكتله، والجي اللي هي الايه. تمام، كانه تطبيق على قانون نيوتن التاني. يبقى الكتله هي 70 وعجله الجاذبيه اللي عندك هي 9.8، اضربهم في بعض يديك على طول قيمه الايه، الوزن. نبدأ أول سؤال، ولحاصل ضرب كتلة جسم يتحرك في اتجاه ثابت في المعدل الزمني للتغير في إزاحته بيمثل إيه؟ بيمثل إيه ده مين؟ هي فاول يا مستر، وياياتي كمية التحرك. كمية الإيه؟ التحرك. تمام، رقم 2 يا عمار يقول لي ألقيت طائرة مكافحة الحرائق، أو ألقى الطائرة مكافحة الحرائق وهي تطير أفقيا بسرعة ثابتة بحمولتها على غابة مشتعلة، ثم أكملت بنفس سرعتها
أين كمية تحرك الطائرة بعد إلقاء حمولتها؟ تمام، بعد ما ألقت الحمولة بتاعتها يعني الكتلة بتاعتها قلت، هل ما بقى مستر كمية اختيار؟ التحرك هتزداد ولا تقل لا ولا تظل ثابتة ولا تصبح صفر؟ ها، هتقل. هتقل برضو. تمام صح. ايوه ليه بقى؟ عشان كمية التحرك بتتناسب تناسبا طرديا مع الكتلة وأيضا مع السرعة. طيب رقم 3 يا أحمد يا سلامة، بيقول لي الجسمين لهما نفس كمية التحرك، كتلة تمام. الأول 5 كيلو جرام وسرعته 20، فإذا كانت كتلة الثاني 15 فإن سرعته هتساوي كام؟ بقارن ما بينهم هما الاثنين. راح نجيب اول حاجه كميه التحرك بتاع الجسم الاول اللي هي الكتله في السرعه اللي هي 5 في 20 ب 100. عندنا كميه التحرك بتاع الجسم الاول ب 100، يبقى بتاع الجسم الثاني برضه ب 100، يبقى هو قال يبقى ان بي احنا واحد بتساوي بي اتنين، يعني هتساويهم انت ببعض، يعني ام واحد بتساوي اللي هي ام، طبعا ام في، يبقى ام واحد بي واحد بتساوي ام اتنين بي اتنين، صح؟ تمام. تمام، يلا بقى نعوض. يبقى ام واحد بكام؟ ام واحد بخمسة وام والفي واحد بعشرين، يبقى 5 في 20 ب100، تمام، يبقى التانية برضه هتبقى ب100. واحنا عندنا الجسم التاني مدينا الكتلة بتاعته 15، يبقى يبقى لو لو انت احنا عايز جبنا السرعة هي 100 على 15 بتساوي 66 من 100. تمام كده، برافو عليك. رقم بقى 4 يا اسلام، بيقول لي عندي كورة بولينج كتلتها 4.6، معايا يا اسلام؟ 4.6 بتتحرك بسرعة في على مضمار، فما السرعة التي تتحرك بها كرة جولف كتلتها 46 جرام ليكون لها نفس مقدار كمية تحرك كرة البولينج؟ تمام. هنقسم 46 على 1000، بعد كده هنقوم جايين قايلين إن هي ال V2 بتساوي 4.6 في 1000 على 46، فتطلع بمية V. تمام، هتطلع ب 100 في. أيوة. تمام طيب، بيقول لي بقى عندي نسر كتلته 10 كيلو جرام. يا يوسف، عندي نسر كتلته 10 كيلو جرام يطير بسرعة 20 متر على الثانية، فإذا اقتنص فريسة كتلتها 1 كيلو جرام وطار بها بنفس سرعته، فإن النسبة بين كمية تحرك النسر وكمية تحرك النسر والفريسة معا على الترتيب تبقى ايه وايه؟ طب مستر هتبقى 10 على 11، تمام، بحيث انها تبقى 10 مضروبة في لأن 20، السرعة يعني هتبقى هي هيها والكتلة هتزيد واحد، هتزيد كتلة واحد الفريسة. كأنها، تمام، اللي هي كتلة الواحد كيلو جرام بتاع مين؟ الفريسة. طيب رقم 6 بيقول لي الشكل المقابل يوضح جسم اسمه ايه كتلته ام وسرعته في وكمية التحرك بتاعته هي بي، وجسم اخر اسمه بي كتلته ام على الاثنين وكمية تحركه 2 بي، فتكون سرعته بتساوي كام؟ يعني مين عارف؟ قول يا زياد. احنا ممكن مثلا نجيب بي واحد بي اتنين ونقسمهم على بعض، تمام. تمام، تبقى بي واحد هتساوي ام وفي ام في في، بي اتنين هتساوي اتنين بي هتساوي ام على اتنين في في برضه، بعد كده هنقسمهم على بعض، تبقى ثواني كده مش ترتبها.
الفي تروح مع الفي هامستر، وبعد كده اضرب في اتنين، طيب وبعدين؟ يعني انت عندك بي تبقى يعني مقسومة ممكن على اضرب 2 بي، من فوق اتنين انت تحت. عايز تجيب النسبة يعني ما بينهم، تبقى البي عندك هي ام في، صح؟ صح، والتاني هيبقى الام ام على بقت اتنين ام في على 2 ومضروبة في مين؟ في في برضو. في برضه طيب الفي تروح مع الفي. ماشي، بعد كده انا بقول بقى ممكن نضرب في اتنين في البص والمقام. هنخلي دي دي واحد طبعا ودي دي اتنين عشان نفرقهم عن بعض، والام هتطير مع الايه؟ مع الام، وهتضرب في اتنين بسط ومقاما، تطلع ايه بقى؟ لما الاتنين دي تطلع هتطلع هنا فوق، وبعدين نضرب طرفين في وسطين، هتبقى في واحد بتساوي اتنين في اتنين باربعة، أربعة او بأربعة في فيه اتنين، في اتنين بتساوي اربعة في ايه؟ في واحد. واحد. يبقى كده بقت 4 ايه؟ 4 بي. ماشي. طيب رقم 7 بيقول لي الشكل الذي يمثل العلاقة بين كمية التحرك لجسم سرعته، لجسم وسرعته هو ايه؟ العلاقة بين كمية التحرك والسرعة، هي علاقة نوعها ايه يا سارة؟ الأرضية هتبقى باء. تمام، اللي هي خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل، هي علاقة طردية. طيب بيقول لي شكل البياني المقابل بيمثل علاقة بين إزاحة جسم اللي هو دي يتحرك في خط مستقيم والزمن تي، أي النقاط الموضحة بالشكل يكون للجسم عندها أكبر كمية تحرك، أنهي نقطة بيكون عندها أكبر كمية تحرك؟ هذه إيه؟ بي سي، ودي الإزاحة مع الزمن، هنا بتزداد إزاحته يعني تحرك بعجلة وعجلة منتظمة، سوري سرعة منتظمة، وبعدين هنا المسافة بتاعته بتساوي صفر، المسافة مفيش مسافة خالص، ما اتحركش خالص مع مرور الزمن، فضل ثابت، وبعدين من بي إلى سي اللي هي المرحلة سي دي الإزاحة بتاعته أو السرعة بتاعته فين؟ بتقل، الإزاحة بتاعته بتقل. كمية التحرك بقى تكون أكبر ما يمكن عند أنهي نقطة يا إياد؟ فين؟ أختي عند الإيه؟ عند الإيه؟ لما بتكون بتزداد يعني دي سرعة. تمام، أي النقاط الموضحة بالشكل المقابل يكون عندها أكبر كمية تحرك لكرة التنس؟ خلينا فاكرين إن البي بتتوقف على الإم والبي، يعني على الكتلة والسرعة، كتلة الكرة خلاص مش هتتغير، يبقى أكيد السرعة هي اللي بتتغير، عايزين نعرف بقى سرعة الجسم عند الثلاث أربع نقط دول أكبر ما يمكن إمتى؟ كل ما كانت السرعة أكبر ما يمكن يبقى معناها كمية التحرك أكبر ما يمكن، سرعة الكرة أكبر ما يمكن عند أنهي نقطة من دول يا ولاد؟ فاكرين الجسم في المقذوف لأعلى؟ لما كان بيرجع تاني كان إيه اللي بيحصل؟ وهو طالع سرعته تقل، لكن وهو نازل كانت سرعته تزداد. تمام، كان بيبدأ هنا بسرعة مثلا تقريبا صفر، وكان بياخد طبعا سرعة، وكان سرعته تقل تقل تقل، وبعدين لما يجي يرجع تاني سرعته ترجع تزداد تاني، وتكون بتكون سرعته هنا أكبر ما يمكن، أو في المكان ده أكبر ما يمكن، وبعدين تبتدي تقل شوية تقل تقل لحد ما تبقى صفر، وبعدين ترجع تزداد تاني وترجع تبقى نفس القيمة اللي انطلقت بيها في نفس المكان. تمام، بس هنا طبعا ما كانش في نفس المكان ولا حاجة، هنا كانت من أعلى شوية، لو انا رسمتها كده يعني او كملتها كده لو كان مقذوف في زاويه.
فسرعتها هتكون اكبر ما يمكن، بتزيد طبعا وهو ايه نازل، بتزيد تحت تاثير عجله الجاذبيه، سرعته هتكون اكبر ما يمكن عند اخر نقطه دي اللي هي النقطه ايه دي، تمام؟ سرعته هتكون اكبر ما يمكن عند النقطه مين دي. طيب عندي جسم كتلته نص كيلو جرام، بيسقط سقوطا حرا من قمة مبنى فوصل إلى سطح الأرض بعد 4 ثواني، فإن كمية تحرك الجسم لحظة اصطدامه بسطح الأرض بتساوي لحظة اصطدامه بسطح الأرض. قول فاول يا يا باشا، دي فاول. يوسف. طيب قول ماشي، أول حاجة هنجيب ال V final من السرعة من قانون الحركة الأول. تمام، يعني V initial بتساوي صفر، والزمن بيساوي 4 ثواني، تمام، A وعجلة بيساوي أو G الجاذبية، بيساوي 10. تمام جدا، دي اللي هو الدولي. أقدر بقى أجيب V final من معادلات الحركة، في فأقول إن فاينل قضية بتساوي التحرك بتساوي M انيشال في، زائد جي تي، تمام، يعني يعني إيه؟ في فاينل بتساوي جي في تي 10 في 4 ب 40. يعني المعادلة الأولى يعني؟ اه تمام، وفي نشا طبعا بصفر، يبقى في فاينل بتاعتك بتساوي جي اللي هي 10 مضروبة في تي اللي هو الزمن تساوي 4 يبقى 40. تمام، ما يبقى انا كده كده عرفت هوصل ان ام بتساوي بي بتساوي ام في، يبقى 40 في نص 20. تمام جدا، يبقى البي ب 40 والكتلة بنص كيلو جرام، اذا تبقى 20 كيلو جرام متر على الثانية. طيب بيقول لي الشكل المقابل يوضح كرة كتلتها نص كيلو جرام تسقط سقوطا حرا نحو سطح الأرض، أنا كمية تحرك الكرة لحظة وصولها إلى سطح الأرض بتساوي كام؟ مين حلها؟ طبعا هو مديك واضح في الصورة إن المسافة اللي هي نزلتها 180 سم. مستر فاول، ال 180 سم، تمام قول، بس ال 180 سم بس خلي بالك إنها بالسنتي يعني، ها قول. أول حاجة هنحولها للمتر، تبقى 1.8 متر. كده احنا معانا المسافة تمام، ومعانا الجاذبية الأرضية، يبقى نروح في القانون التالت بتاع قوانين الحركة اللي هي 2AD بتساوي BF تربيع، وهنا عندنا الـ VI بصفر، الـ Vinitial بصفر علشان سقط سقوط حر. تمام. تمام، بي في تربيع ده احنا عايزين نجيبه 2G بيساوي 20 والدي هنا بتساوي 1.8. تمام، فهنيجي نضرب 1.8 من 10 في 20 يدينا 36 اللي هو بي اف تربيع، ففي اف لوحديها جذر 36 بتساوي 6. تمام صح كده، تمام، ستة. فاحنا كده جبنا السرعة ومعانا الكتلة، فكمية التحرك بتساوي السرعة في الكتلة يبقى بتساوي ستة، 6.3. تمام. طيب بيقول لي في السؤال اللي بعده، النسبة بين القوة المحصلة المؤثرة على الجسم و المعدل الزمني للتغير في سرعته بتساوي ايه؟ هل كمية التحرك، كتلة الجسم، طاقة الجسم، عجلة الجسم؟ هتبقى ايه يا حلا؟ كتلة الجسم هتبقى كتلة الجسم؟ تمام. طيب رقم 13 بيقول عندما تؤثر قوة محصلة ثابتة على جسم ساكن له كتلة ثابتة فإن الجسم محصلة ثابتة، يعني مجموع القوى بتساوي قيمة ثابتة على جسم ساكن برضه له كتلة ثابتة، فإن الجسم ده يظل ساكن ولا يتحرك بسرعة منتظمة ولا بيتحرك بعجلة منتظمة ولا يتحرك بعجلة متزايدة؟ قول يا إسلام.
هيتحرك بعجلة منتظم. يتحرك بعجلة إيه؟ بعجلة منتظمة. القوة المحصلة المؤثرة على الجسم طالما ليها قيمة مش بتساوي صفر أصلاً، يبقى الجسم ده أكيد بيتحرك بعجلة، بس طالما ظلت ثابتة يبقى العجلة دي أكيد عجلة إيه؟ منتظمة. تمام. رقم 14 بيقول لي سيارة كتلتها 1000 كيلو جرام بتتحرك بسرعة منتظمة مقدارها 20 متر على الثانية، فإن القوة المحصلة المؤثرة على الجسم بتساوي كام؟ مجموع الاف بقى او الاف نفسها بتساوي ام في ايه؟ يبقى اعمل ايه يا زياد؟ هو لسه مش مفروض هتبقى صفر عشان العجلة صفر. ده فين ده؟ هنا؟ في سؤال 14 اه ليه بقى؟ لأن هم بيتناسبوا طرديا مع بعض. لا عشان قال كلمة بتتحرك بسرعة ايه؟ أيوة، ما أنا بقول العجلة صفر هنا يعني. سرعة منتظمة، يبقى أكيد العجلة. أه برافو عليك، العجلة بتساوي إيه؟ العجلة بتساوي صفر، وأنا لو عايز أجمع القوة فالقوة بتساوي الكتلة في الإيه؟ في العجلة، والعجلة أصلا بتساوي صفر، يبقى أكيد هي كمان بتساوي صفر. تمام. آه 15 بيقول لي إذا أثرت قوة محصلة مقدارها 2 نيوتن على جسم كتلته نص كيلو جرام، فإن الجسم يتحرك بعجلة مقدارها كام؟ مين عارف؟ نزلي شعور قول يا يوسف. صح، هي اف بتساوي اف ام، يبقى اف بتساوي 2 نيوتن، والام بتساوي نص، يبقى 2 على نص بتساوي 4. 2 على نص. تمام. القوة المحصلة الموسعة الجسم انا اديتها لك اللي هي ايه؟ والكتلة، وانا عايز مين؟ العجلة. يبقى العجلة بتساوي اف على الام، الاف عندي ب 2 على نص يساوي كام؟ تمام 4. طب رقم 16 قول كده يا إياد، لو عندك كتلة لجسم 10 كيلو جرام يتحرك بعجلة مقدارها 2 متر على ثانية تربيع، فالقوة المحصلة المؤثرة على الجسم هتساوي كام؟ عشرين نيوتن، نيوتن عشان هو القوة المحصلة في الكتلة في السرعة في العجلة، في عفوا. العجل. تمام، يبقى هتضرب 2 في 10 بيساوي كام؟ 20. زي الفل. طيب 17 بيقول لي عندي مجس فضائي كتلته 225 كيلو جرام، فإذا كانت عجلة الجاذبية على سطح القمر بتساوي 1.62 متر على ثانية تربيع، فإن وزن هذا المجس على سطح القمر بيساوي كام؟ وعايز يحسب الإيه؟ الوزن بتاعه. الوزن بتاعه بيساوي كتلته على القمر اللي هي ثابتة أصلا مضروبة في عجلة الجاذبية بتاعت القمر. طيب هيبقى بيساوي كام بقى؟ الكتلة 225 والعجلة هو اداها لي بواحد واتنين وستين، أضرب الرقمين في بعض يديني الوزن على طول اللي هو هيبقى كام بقى؟ ثمانية أربعة وستين جيم. جيم هتطلع 164 في المية. تمام. رقم 18 بيقول الجسم كتلته 50 كيلو جرام على سطح الأرض حيث عجلة الجاذبية الأرضية 9.8 متر على ثانية تربيع، فإن وزن الجسم على سطح الأرض بيساوي كام؟ قول يا زياد. هنضرب يا مستر 50، 9.8 من 10
تمام، يبقى انت عايز الوزن بيساوي كتلة مضروبة في العجلة، والكتلة عندي 50 والعجلة 9.8، صح كده؟ ثواني بس. يبقى كده انت تقدر تحسب وزن الجسم اللي هو بيساوي كام بقى؟ 89، 490 نيوتن بس. 490. 490 نيوتن. تمام. وكتلة الجسم على سطح القمر هتبقى ايه؟ عجلة جاذبية القمر. غير المكان. تمام، برافو. طيب رقم 19 بيقول لي جسم وزنه 120 نيوتن على سطح القمر. الوزن 120 نيوتن، فإن وزنه على سطح القمر بيساوي كام؟ علما بأن عجلة الجاذبية على سطح القمر هي سدس عجلة الجاذبية على سطح الأرض. يبقى أعمل إيه بقى؟ المفروض تقول إن وزن الجسم على القمر تاريخ عمر بيساوي وزنه على سطح الأرض مضروبة في 1/6. واحد على ستة. تمام، أو تقسمها على 6، دي زي دي يعني. دي كام بقى؟ 120 مقسوم على 6 20 يا مستر. يبقى 20. ماشي. طيب رقم 20 قول يا يوسف 20، واللي تتحرك سيارة أفقيا تحت تأثير قوة محصلة 3000 نيوتن، فتكتسب عجلة مقدارها 3 متر على ثانية تربيع، فإن كتلة السيارة هتساوي كام؟ من F بتساوي M في إيه؟ تقدر تحسب طيب اف الكتلة. يساوي ام في ايه؟ يعني اساوي ال ام بيساوي اف على ايه؟ يبقى اف 3000 على 3000 3. على 3 تمام، يبقى ب 10 كيلو الكهرباء. جرام، تمام، هيبقى يبقى كيلو جرام. طيب وزن بقى السيارة بيساوي كام؟ وزن السيارة. الوزن بيساوي دبليو بيساوي ام جي. بيساوي الكتلة مضروبة في عجلة الجاذبية، والعجلة أنت لسه تمام، جايبها بقى، والكتلة أنت لسه جايبها بالكيلو جرام ب 10، عشرة وال تبقى الجي كانت بكام؟ ب 10 برضه، 10 في 10 عشرة في عشرة مية 100. تمام، يبقى 100 تبقى مستر. لا دال ليه؟ 10000 يعني؟ ايوه، عشان الام 10 في 3. ايوه 10 اس 3. 10 اس 3000 في 10 بايه؟ بايه؟ 10000. طيب أثرت قوة محصلة مقدارها 500 نيوتن على جسم ساكن خلال فترة زمنية، وأصبحت كمية تحركه بتساوي 250 كيلو جرام في متر على الثانية، فإن تي بتساوي كام؟ يعني الفترة الزمنية دي هتبقى كام؟ منين تجيب الزمن هنا؟ قول إن الجسم ده جسم ساكن خلال فترة زمنية اسمها تي، فأصبحت كمية تحركه بتساوي 250 كيلو جرام في متر على الثانية، فإن تي اللي هو الزمن هيبقى بيساوي كام؟ قول يا مستر. قول يا أستاذ. تمام، أول حاجة هنقول إن الإف بتساوي الإم إيه، فتبقى الإم مضروبة في دلتا في على دلتا تي. ام في دلتا في على دلتا تي. تمام، هيدينا الدلتا بي على الدلتا تي. هي دلتا في اللي هي كمية التحرك على كمية الزمن بتساوي اف. انا عايز بقى ما اجيب مقدار التغير في الزمن ده. أيوة، فهعوض، فهنقول إن 500 بتساوي ال 250، 500 بتساوي 250 على الدلتا تي. اللي هي كمية التحرك يعني 250 اهي، تمام، مقسومة على F اللي هي 500، يبقى 250 على 500 تساوي نص، نص. يبقى نص ايه؟ سهل، برافو عليك. طيب بيقول لي في رقم 22 يا عمار، أقول أنا مستر، عمار عايز اسمع عمار، ادي المايك لعمار. بيقول لي أثرت تمام. أثرت قوتين يا عمار متساويتين على كتلتين مختلفتين، واحدة فيهم 5 كيلو جرام والتانية 1 كيلو جرام، فاكتسبت الكتلة الأولانية اللي هي ام واحد عجلة مقدارها اي واحد، والكتلة التانية عجلة مقدارها 20 متر على الثانية تربيع، فإن مقدار العجلة اي واحد هيساوي كام؟
ام واحد يا مستر هنضربها في ام اتنين هتساوي ام اتنين زائد ايه اتنين ام واحد في ايه واحد هيساوي ام اتنين في كيو في ايه اتنين خمسة في ايه على خمسة هيساوي 20 على 5 يعني ايه هتساوي 4. تمام، يعني انت قلت مثلا ان العلاقه ما بين الام والاي علاقه مالها، طرديه ولا عكسيه؟ العلاقة بين ام وايه؟ عكسيه. ايوه تمام، يبقى اقدر اقول ان ام واحد مقسومه على ام اتنين بتساوي اي اتنين مقسومه على اي واحد، وعوض ام واحد بكام؟ بخمسه، مقسومه على ام اتنين اللي هي بواحد بتساوي ايه؟ اتنين اللي انت عايزها. لا ده انت عايز ايه؟ واحد. ايه اتنين بتساوي 20، وايه واحد انت ما تعرفهاش. وبعدين تضرب بقى طرفين في وسطين، يبقى ايه واحد بتساوي 20 على كام؟ على 5. على 5، اللي هي هتساوي زي ما انت قلت كام؟ الاربعة. 4. السؤال رقم 23، ولا شكل البيان الذي يمثل القانون الثاني لنيوتن؟ مين في دول؟ العلاقة طبعا ما بين الاي الاكس والواي صحيحة، بيمثل القانون الثاني لنيوتن. أنهي قول يا علاقة من مستر. دول صح؟ طب قول يا زياد. هتبقى ألف يا مستر، إن بزيادة إف تزيد معها إيه؟ العلاقة علاقة طردية ما بين أو الإف تقدم والإي، يعني والإيه؟ العجلة التي اكتسبها الجسم تتناسب تناسبا طرديا مع القوة، يبقى دي صح. طيب رقم 24 بيقول لي في سيارة كتلتها 900 كيلو جرام بتتحرك شرقا بسرعة 20 متر على الثانية على طريق مستقيم، استخدم قائدها الفرامل، داس على الفرامل فتباطأت، يعني ابتدت تتناقص سرعتها بعجلة منتظمة مقدارها 5 متر على الثانية تربيع. فإن مقدار قوى الاحتكاك المؤثرة على السيارة يساوي كام؟ هنا بقى عايزك تحسب القوة بتاعة الاحتكاك. أنت عارف إن هي الإف الأولى اللي هي إف بتاعة الحركة بتساوي الإف المؤثرة ناقص الإف بتاعة الاحتكاك. حلها إزاي بقى؟ سيفة مسيفة على قول يا يوسف. السيارة خدتها 900 كيلو جرام والعجلة مقدارها 5، تبقى عشان نجيب قوة الاحتكاك نضرب 5 في 900 بتساوي 4500 نيوتن القوة المؤثرة. يعني مقدار العجلة اللي هي 5 هتضربها بالكتلة ام في ايه؟ أيوة بس 4500. طيب بس دي قوة احتكاك. المفروض تبقى، مش سايب، أيوة بس مش سايب، أنا عشان تسايب عشان تقول احتكاك. أنا مش لاقي في الاختيارات حاجة فيها سالب خالص. أيوة مفيش موجود سايب. طب ازاي؟ دي فعلا لازم تكون بالسالب. خلاص، هو قال مقدار وليس اتجاه، وقال كلمة ايه؟ مقدار. تمام، يبقى 4500 من غير سالب. طيب في شكل المقابل بتكون القوة المحصلة المؤثرة على الجسم هي، جايب لي الجسم ده كتلته 50 كيلو جرام بيتأثر بقوتين، واحدة 400 واحدة 150 في اتجاهين مختلفين، يبقى أنا أقدر أجيب محصلة القوة المؤثرة على الجسم اللي هي بقى هتبقى كام؟ حد يفكرنا كده 250 يا مستر هنحسبها إزاي؟ 400 ناقص 150 بالظبط،
ايوه صح، تبقى 250 هنقصهم من سنتي. بعض، تمام، 250 نيوتن. 250 نيوتن. عجلة حركة الجسم هي كام؟ هتبقى 5 يا مستر، لأن اف بتساوي ام ايه، خمسة في 250 ثانية والام خمسين، بخمسة، والام تمام يعني؟ بخمسين يبقى ليه بخمسة. تمام، يبقى هتقول 5 متر على ثانية. طيب بيقول لي في الشكل المقابل عند القوة المحصلة المؤثرة على الجسم بتساوي كام؟ عنده 200 نيوتن و200 و800 و770، نجمع برضه نفس الكلام، كل القوة دي اللي كل الاتنين اللي قصاد بعض هنطرحهم من بعض، كام بقى يا ولاد؟ تبقى الآخر يا مستر هتبقى ايه؟ 30. 200؟ 30 هي الدال، 30. ايه بقى جبتها منين 30 دي؟ ما هو ال200 هتروح مع ال200، و800 ناقص 77 ب30. تمام زي الفل. عجلة بقى حركة الجسم بتساوي ايه؟ عجلة الحركة وهنا نص هنجيبها بنفس الطريقة برضو يا مستر، طالما ال F30 أو ال ثواني تلاتين كده يا أربع مستر، عشرين ثانية واحد ونص. ثواني أحسبها على الآلة الحاسبة. جبت اف كده، ده كده ايه؟ جبت اف، والاف بتساوي ام في ايه؟ ما أنا هحسبها بس على الآلة يعني الحاسبة. مثلا 30 على 20 في النص ولا صح، على تمام، نص. واطلع 20، يبقى انت عندك الاثنين دول، يبقى الايه بتاعتك بتساوي الاف اللي هي 30 اللي انت قلتها او حسبتها مقسومه على ال 20 اللي هي الكتله، 30 على ال 20 بواحد ونص متر على الثانية. طيب فيها شكل مقابل تؤثر 4 قوى على جسم كتلته 10 كيلو جرام فيتحرك بمقدار بعجلة مقدارها 10 متر على ثانية تربيع، فإن مقدار القوة اللي هي F بيساوي، برضه نفس الفكرة عندك هنا F، مستني فيها جواب؟ 100 نيوتن. مستني فيها جواب؟ نجاوب أو عايز F، هو F بيساوي M في A اللي هي A 10، وال M ب 10 برضه، يعني 10 في 10 ب 100، تمام، فهو يبقى محتاج قوة تؤثر على 100 عشان نخليها 100 100 100. اللي في الشمال هتطير اللي في الجنوب، هبقى أنا 100 ناحية الغرب و F ناحية الشمال، تبقى F تبقى 200، عشان 200 ناقص 100 100. تمام، يبقى هو قال ان الايه العجله بتساوي 10، انت قلت بقى ان العجله دي ب 10 والكتله برضو بكام؟ ب 10، يبقى 10 ب 10 بتساوي ايه؟ بتساوي 100. ايوه تمام، القوه اللي انت حسبتها دي قوه ايه؟ قوة الاف طيب او ده فهي القوة، هي دي لازم تكون 200 عشان نقصها من 100. احل ال 28 يا مستر. قول 28. السيارة كتلتها 1500 كيلو جرام، بدأت حركتها من السكون على طريق أفق تحت تأثير قوة المحرك، وقدره 9570، وقوة الاحتكاك 8820، نقصهم من بعض يبقى القوة المحصلة تبقى 750 متر. ليه تمام، بقى؟ والعجلة اللي تتحرك بيها الجسم هتبقى شمال ألف ماشي بتصير وخمسمائة أفقي ودي عكس عكس، دي يعني. والعجلة هتبقى 1500 على 750، عشان العجلة هتبقى بتساوي اف على ام، يعني تبقى 2 متر على الثانية. أيوة مصر. تمام، يبقى 2 متر على الثانية. طيب اللي بعدها يا شباب بيقول القوة المحصلة المؤثرة على جسم كتلته 5 كيلو جرام بحيث تتغير سرعته بانتظام من 7 متر على الثانية إلى 3 متر على الثانية في زمن قدره 2 ثانية، هي كام؟ ده كان الكتلة ومقدار التغير فيها، السرعة بانتظام من معلش تعيد 7 فاول. إلى 3 في زمن قدره كذا، يبقى تقدر تحسب منها العجلة. هحسبها يا مستر.
طيب هنا ماشي. هسه قولي يا حالة، طيب حالة عايزة تقولها. ايه يا مستر، ايه هنقول في اف ايه ناقص في اي على تي، تمام ايه هيساوي هنا، ايه 3 ناقص 7 على 2، تمام ايه يساوي سالب 4 على 2، بعدها هنقسمهم هيدينا سالب 2 متر على ثانية تربيع. تمام يبقى انا كده جبت العجله. العجله دي معايا كمان الكتله، اقدر اجيب بقى اف، لان اف بتساوي ام في اي، يعني العجله اللي هي سالب 2 خمسة ضرب سالب 2 هيساوي سالب 10 نيوتن. تمام زي الفل. يبقى ده بالنسبه لحساب الاف. رقم بقى 30 بيقول لي أثرت قوة محصلة مقدارها 100 نيوتن على جسم كتلته 10 كيلو جرام، فتغيرت سرعته من 10 متر على الثانية إلى 20 عند قطعه إزاحة دي، فإن مقدار تلك الإزاحة بيساوي كام؟ مساء الخير. برضه مباشرة جدا. طيب قول. أول حاجة بس عايزين نجيب العجلة عشان نجيب المساحة، المسافة من القانون التالت، يبقى A بتساوي F على M، يعني 100 على 10 على 10، 10 متر على ثانية تربيع. بعد كده عشان نجيب المسافة أنا عاوز القانون التالت، اللي هو V final تربيع بتساوي V initial تربيع زائد 2 AD. يبقى احنا جبنا العشر الايه ب 10 صح كده؟ 10 متر على أيوة الثانية. عشرة. وبعدين هروح للمعادلة الثالثة الحركة اللي هي اف في فاينل تربيع، يعني في انيشال تربيع بتساوي 2 اي دي، عشان اجيب الدي. الفي فاينل عندك بكام؟ في فاينل عندي ب 20، 20 تمام. أس 2 ب 400، طيب طبعا في انيشال بتساوي ب 100، ب 10، 10 10 تربيع ب 100 بتساوي 2، وبعد كده الايه اللي انت جايبه ب 10، بعد 10 في كده يبقى 400 ناقص 100 300 بيساوي 2 في 10 في دي، يعني دي ب 15. يبقى 300 على ال20 يعني 15. طيب عربة كتلتها 1000 كيلو وأخرى كتلتها 3000 تتحركان بنفس العجلة، فإن القوة المحصلة المؤثرة على الإيه؟ على العربة ذات الكتلة الأكبر بالنسبة للقوة المحصلة المؤثرة على العربة ذات الكتلة الأقل. هتبقى إيه يا أحمد السلامة؟ كتلتها 1000 كيلو جرام والتانية 3000 كيلو جرام تتحرك بنفس العجلة، تبقى 3 أمثال. 3 أمثال. أيوة ليه بقى؟ مستر، عشان القوة المحصلة الـ F بتساوي الكتلة في العجلة، فهو العجلة كده كده متساوية، فالكتلة عندنا كانت واحدة 3 أمثال التانية، يعني فبالتالي لما التناسب، نيجي نضرب يعني التناسب تناسب طردي، أيوة تناسب طردي. هو كانت 1000 بقت 3000، يبقى كده زادت 3 مرات، يبقى برضو العجلة ثلاثة عشر. القوة نفس الكلام. برافو عليك. ممكن تعملها طبعا رياضيا بالنسبة وتناسب 1000 على 3000. النسبة بين العجلة التي يتحرك بها جسم كتلته 2 كيلوغرام والعجلة التي يتحرك بها جسم كتلته 4 كيلوغرام عند تأثيرهما بنفس القوة المحصلة على الترتيب هتبقى ربع ولا ايه أقول بالظبط؟ يا مستر، طبعا أقول يا مستر، طيب قول يا زياد. هتبقى نص يا مستر، لأن في كتلة ضعف التانية. الكتلة لا هنا مستر، 60 كيلو جرام اتنين، وهنا 4 كيلو جرام. اتنين يا مستر، هتبقى اتنين، يعني 2 على 4 يا مستر، 2 على 4. لأن هو قال على الترتيب. بس انا سويت من 2 يا مستر ده. 2 على 1 ولا 1 على 2؟ ما هو هو على بيقول مصر الترتيب يا بيقول مستر، 2. يبقى 2 على 4 يا مستر. هما الاثنين بيتأثروا بنفس الايه؟ بنفس القوة. يعني انت لو قلت مثلا عندي اف 1 بتساوي على اف 2 هتبقى بتساوي ام 1 اي 1 على ام 2 اي 2. طيب هما الاثنين هو عايز ايه؟ واحد على ايه؟ اتنين.
خلينا نجيب الـ A بقى على طول، دي واحد ودي اتنين، والـ A بتساوي F على M، يعني F واحد على M افرق واحد، هي اي واحد. و M اتنين و A اتنين هتبقى بتساوي إيه، أو A اتنين هتبقى بتساوي إيه؟ تقلبهم تبقى هنا M اتنين وهنا F إيه؟ F اتنين. يعني هو مستر عايز ايه على ايه، صح؟ وعايز القوة، يا العلاقة مستر بين القوة، الاف الاف عند العجلتين واحدة او الجسمين واحدة، نفس المؤثرة نفس المقدار، واحدة اتنين واحدة اربعة، لازم الاتنين تاخد يعني نسبة اكبر ايه من كبيرة، الاتنين، تمام؟ يبقى النسبة هتبقى والأربعة تاخد ايه اربعة، اقل؟ تمام، اللي هي ام اتنين مقسومة على ام واحد اللي هي هتبقى اتنين، يبقى النسبة تبقى اربعة لاتنين اللي هي تبقى اتنين الى واحد. طيب أثرت قوتين معصلتين متساويتين على جسمين مختلفين، فإن أو فإذا كان الجسم الأول كتلته 5 كيلوغرام واكتسب عجلة مقدارها 8 متر على ثانية ربيع، وتغيرت سرعة الجسم الثاني من السكون إلى 48 متر على الثانية خلال زمن قدره 3 ثواني، فإن كتلة الجسم الثاني هتساوي كام؟ الجسم الأول كتلته 5 واكتسب عجلة 8 وتغيرت سرعة ثانية الجسم واحدة، الثاني من السكون يعني كان واقف أقول يا مستر، وبعدين اتحولت إلى 48، فأنت هتحسب منه أو زمن كمان، فهو عايز يحسب كتلة الجسم الثاني ده. طب أنا، طب أقول يا مستر، قول يا يا مستر، إف الجسم الأول هيبقى 5 في 8، يعني 40 يا مستر، 40 نيوتن، 40 وهنجيب نيوتن عجلة. فين ال 40؟ 5 في 8 يعني ولا ايه؟ 5 في 8 عشان نجيب الاف. طيب الجسم الأول وبعد كده كتلته 5 اكتسب عجلة مقدارها 8، ماشي، وتغيرت صورة الجسم الثاني من السكون، طيب وبعدين بقت 48، يبقى في انيشال بتاعته الأولية بتاعت الثاني ده بتساوي صفر، صفر السرعة النهائية بتاعته بتساوي 48 48 خلال زمن قدره t اللي هي 3 ثواني، أنت هتستفيد من ده إيه؟ انا هجيب العجلة يا مستر، هتبقى 48 من الصفر على 3 هتساوي 16. يبقى دي العجلة بتاعت الجسم الثاني اللي هي هتبقى بتساوي 48، السرعة النهائية 48 ناقص السرعة الابتدائية صفر مقسومة على الزمن اللي هو كام؟ 3. 48 على 3 بتساوي 3 هتطلع 16، بصفر 16 متر على ثانية على تربيع. ثانية تربيع، ماشي. يبقى احنا كده جبنا العجلة بتاعت الجسم التاني، هنا بقى اعملها نسبة وتناسب، لأن أنت عندك إم واحد إيه واحد هتبقى بتساوي إم اتنين إيه اتنين، هنقسمهم على بعض يا مستر، عشان هتبقى إيه؟ الاتنين 2.5. متساويتين، تمام. أنت عندك الكتلة الأولانية كام؟ 5، واكتسب عجلة والثانية مقدارها 8 8، يبقى 5 في 8 بتساوي ام 2 بكام؟ 40، الجسم الثاني بكام؟ ام 2 هتطلع 2.5 كيلو يا مستر، عشان هو قال ايه؟ لأن أنا 5 عملت 40 على العجلة اللي هي 16.8 اللي هي متر على ثانية تربيع اللي هي العجلة، أقدر أجيب منها، تمام، والتانية العجلة التانية احنا جبناها بكام؟ بصفر، جبناها 16، ب 16 يا مستر، 16 يبقى اضرب في 16، على كده بقى انت عايز ام ب 2 فهنعمل 40 على 16، 5 في هنعمل 8 40 على 16 هتدينا الكتلة. 40 على 16، تطلع كام بقى ال 40 على 16؟ 2.5 يا باشا، 2 ونص كده، ماشي.
إذا تحرك الجسم كتلته M من السكون بعجلة منتظمة اسمها إيه، فأصبحت كمية تحركه B خلال زمن T، فإنه بعد مرور زمن 2 T من بداية الحركة تصبح كمية تحركه بتساوي 4 B ولا 2 B ولا B ولا B على 4. نفس الفكرة حلناها برضو قبل كده، دي انيشال بتساوي صفر وماشي بعجلة منتظمة، فأصبحت كمية تحركه هي بي خلال زمن قدره تي، فبعد مرور زمن قدره 2 تي من بداية الحركة تصبح كمية التحرك كامل. يعني فور قول 34 هتساوي 2 بي. طيب جبتها منين؟ من ان اف بتساوي أصل الجسم دلتا يتحرك بحركة من السكون، ده يعني بي بتساوي ام اي تي، هو ماشي بسكون، حركة من السكون، والجسم كتلته ثابتة، العجلة منتظمة، يبقى بي واحد على بي اتنين بيساوي تي واحد على تي اتنين. يعني انت خدت القانون ده كده ورحت ايه ضارب طرفين فاصلتين وقلت ان البي بقى او مقدار التغير في البي بيساوي ام في ايه في دلتا تي، صح كده؟ أيوة بس بعد كده عملت نسبة تناسب بين البي والتي. تمام جدا. الام والايه طبعا الكتله والعجله الاثنين ما اتغيروش، فبقت عندك بي واحد بالنسبه لبي اتنين، هي علاقه طرديه برضو بين تي واحد وايه تي واحد على اتنين، اتنين هو بيقول لك الزمن كان تي وبعدين زاد بقى كام؟ بقى 2 تي، فدي هنقول تي ودي 2 تي، فتطير دي مع دي وتضرب طرفين فاصلتين يبقى بقت 2 ايه؟ 2 بي. جيمي. تمام جدا. طيب عندي جسمين ساكنين والاثنين موضوعان على سطح افقي، بدأ التحرك في نفس اللحظة بنفس العجلة عند التأثير على كل منهما بقوة، فإذا كانت كتلة الجسم الأول M وكتلة الجسم الثاني 2 M فإن النسبة F1 على F2 هتبقى بتساوي إيه؟ F1 على F2 ما تأثر عليهم ده هو مثلا M1 A1 M2 A2 يبقى إيه بقى؟ تبقى اتنين على واحد، وقال لك بنفس العجلة يبقى A1 هي A2، اللي اتغير بس ام بقت كانت او ام واحد دي هنسميها ام وام اتنين هنسميها اتنين ام، فالام هتطير مع الام يبقى اف واحد على اف اتنين واحد على الاتنين، تمام يبقى كام؟ نص. طيب وبي واحد على بي اتنين نجيبها ازاي؟ بي واحد على بي اتنين تبقى ايه؟ يعني الجسمين ساكنين ما بيتحركوش، هتطلع برضه يا مستر واحد على اتنين. وبعدين بدأ التحرك في نفس اللحظة بنفس العجلة يبقى الاثنين ليهم نفس السرعة. هتطلع كام؟ نص برضه. هي تبقى برضه الفي، هي الفي، انهم نفس العجلة بنفس السرعة، اهو مقدار التغير في السرعة ثابت. يبقى اللي عندك بيتغير هو الكتلة ام وام، ام واحد وام اتنين، برضه هي نفس النسبة واحد اتنين. طيب الشكل المقابل يوضح ثلاث حالات لسيارة كتلتها ام تقف لإظهار إشارة المرور اللون الأحمر، فإن ترتيب الحالات الثلاث من حيث أقصى قيمة للعجلة التي يمكن أن تتحرك بها السيارة
بي ولا بي اي وبي وسي. في المرة الأولى ما كانش فيه كتلة خالص، في المرة الثانية كان فيه كتلة اسمها ام، في المرة الثالثة كتلة اسمها 2 ام. يبقى الكتلة كل مرة بتزيد. بالزياس. يبقى بقى الترتيب هيبقى اي بي سي ولا بي سي اي ولا ايه بالظبط؟ السي بي اي يعني اقل حاجة ولا اكبر ولا ايه، من الكبير للصغير؟ لا بقى يعني السي أصغر من البي والبي أقل من الإيه. تمام، يبقى ده ترتيب قيمة العجلة التي تتحرك بها الايه السيارة. طب ليه يا مستر؟ قال لي عشان الام والايه التناسب ما بينهم تناسب عكسي. يعني ايه؟ يعني كل ما الكتلة بتزداد العجلة بتقل. يبقى الترتيب الصحيح صح A B C. طيب، تعمل الوسادة الهوائية في السيارة على تقليل القوة التي يمكن أن يصطدم بها السائق مع عجلة القيادة، وذلك عن طريق زيادة التغير في كمية تحرك، كمية تحرك السائق، زمن التغير في كمية تحرك السائق، ولا سرعة تحرك السائق. زمن التغير في كمية تحرك السائق مثلا طيب الزمن، تمام، لانه بيزود زمن الاصطدام اللي هي دلتا تي زي ما احنا قلنا، فبيقلل من القوة، دلتا بي بيقلل مقسم القوة. تمام. العلاقه هنا علاقه عكسيه بين الاف وبين الزمن، يبقى الزمن التغير في كميه التحرك. طيب، سيارة كتلتها 1000 كيلو جرام بتتحرك بسرعة 20 متر على الثانية، ضغط سائقها على الفرامل لتتوقف بعد مضي 10 ثواني من لحظة الضغط على الفرامل. لأن مقدار التغير في كمية التحرك للسيارة خلال تلك الفترة هيبقى بيساوي كام؟ ها؟ طيب قول يا يوسف. مش عامل مسافة 38 ماشي. مقدار التغير في كمية تحرك السيارة خلال فترة، يبقى نجيب أول حاجة دلتا بي اللي هي مقدار التغير بين بي الأولى وبي التانية، تمام، هو يعني ماشي، وبيبقى هنعوض بقانون بي اللي هو بيساوي إم في ناقص إم في التاني، يعني واحد ناقص اتنين تبقى ألف. احنا ممكن مثلا ناخد مثلا عامل مشترك الام ونحط ال v final ناقص v initial. تمام. يعني انت التغير في كميه التحرك، يعني التحرك النهائيه او الثانيه ناقص اللي هي كميه التحرك الاولى. تمام، هقعد بالقانون وقلت بقى ان انت هتشيل البي وتحط مكانها ام في، يبقى ام في 2 ناقص ام في 1، وبعدين هتاخد زي ما انت بتقول ماشي ام عامل مشترك، يبقى في 2 ناقص في 1. ها، وبعدين بس راح ناخد ال M اللي هي بيساوي ألف، ألف قوس يبقى 20 ناقص 20، صفر ناقص 20 بيساوي سالب 2 في 10,000. تمام، ال 10,000 اللي هي الكتلة ولا ال ده 1000 1000 يا ابني، ها 1000، وبعدين بقى هتقول اللي هي ال في 2 بصفر لأنها توقفت، ناقص ماشي، سالب 20، ال في سالب 1 20 ال في في انيشال 10. كام ب 20. تمام، أنا هقعد الصفر مع الألف عشان تبقى 10,000، تبقى 2 في 10 أس 4 بس السالب، يعني سالب 2 في 10 أس 4. تمام، يبقى 2 في 10 أس 7 اللي هي يعني واحدة اللي هي إيه؟ لا. طيب، ما مقدار محصلة قوى الاحتكاك المؤثرة على السيارة؟ قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك هنا اللي هي إف، تقدر تجيبها من إم في إيه، إم في إيه والإيه، بس الاتنين مش عندك. عندك إم ممكن أهو، أحسب عندنا الزمن، عندك دلتا في طيب على دلتا تي، أو ممكن أحسب
نجيبها مستر دلتا بي على دلتا تي، عندنا الزمن والبي. او البي على طول، صح؟ تمام، مش محتاج الكتله كمان، يبقى دلتا بي على دلتا تي على طول. تمام، الدلتا بي احنا لسه جايبينها، اللي هو 2 في 10 اس 4 مقسوم على الزمن، ومقدار التغير في الزمن اللي هو كام؟ 10 ثواني. 10 ثواني تمام، هيساوي 2 في 10 ستات. إن شاء الله الدرس ده أسئلته كتير جدا. طيب احنا من 39 واقفين عندها، هما كام سؤال؟ أحلها كده بسرعة مستر. لا بسرعة ايه؟ بسرعة ايه؟ مستر ناخد شوية واجب ونحل مثلا صفحتين الحصة دي. لا ده هو كتير فعلا، هو كتير وكله لازم يتحل إن شاء الله. تمام. احنا ناخد طيب من 39 ل 50 واجب، وبرضه نراجعهم مع بعض المرة الجاية، ونحل برضه في أفكار تانية لسه أجمل وأحسن في بقية المسائل اللي جاية. نبدأ برضه ناخدهم مع بعض الحصة الجاية قبل ما ندخل إن شاء الله في الوحدة التانية. ناخد في ندخل إن شاء الله الوحدة التانية الحصة الجاية بإذن الله. تمام مستر، ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل يا حبيبي. هو أبعت لحضرتك الواجب فين؟ يا جماعة أنا قلت على التليجرام إن شاء الله تمام النهاردة هشغل لكم الناس. تمام تمام، شكرا. العفو، ابعتوا لي على التليجرام الواجب سواء كيمياء أو فيزياء. تمام، خلصوا تبعتوا لي على التليجرام. يلا نشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله.